بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات بين سبورتس احباء كرة اليد في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى ثاني جولات دوري نجوم فرنسا لكرة اليد. تجمع في قاعة اف دي ايست الازياء البيضاء نونت بالازياء المميزة. طبعا انا ذاك يعني لعب ضد ماغديبورغ، وما ادراك ماغديبورغ مع اللاعبين الكبار، ويستطيع ان يعطينا كل الاضافات. الهدف الاول من اوغوديسكا. الجملة التكتيكية بدأوا الهجمة واصبحت التقاطعات في الجهة اليمنى، ومن بعد يكون اللي هو اللاعب رمية 7 امتار وفاليرو ريفيرا في مواجهة بولزينجر. التعادل عاطف مع الفرق الصغيرة. نعم. الثانية في المباراة على فريق مونبولي، تصعيد الكرة امريك مين يسدد بسية القوية، انظروا اليه يسجل امام موسكاريلو، وهنا تدخل داخل 9 امتار. هنا تمريرة أخرى. أنا من اللاعبين اللي لعبت في هذه القاعة فعلا، ولها جماهير خرافية كبيرة. نعم. أعظم القاعات على مستوى العالم في لها رمزية كبيرة. نعم. رمية 7 أمتار أخرى وتضيق، وأيضا مونبولي يمر بفترة فراغ. كالكونو محاولة المرور والتصدي كالعادة، الأولى والثانية في نيلسن إمريك مين. التمريرة رائعة باليد اليسرى والتسديدة منتشي اليوم بفوزه في السوبر وفوزه بالكاس، ومن خلال هذا الفوز انا اعتقد انه هذا الاداء الطيب اللي تشاهد في لوك جديد، رغم انه خسر في تشامبيونز ليج منذ ايام في كيلسي بالذات 40-33، ويرد الفعل الان قد يعطي حلول وقتيه فقط، لان كره اليد هي رياضه جماعيه. اضافه كبيره جدا لفريق نوت. نعم. تمرير لم تأت. كافالكانتي يحاول المرور، اللاعب البرتغالي ماكيدا محاولة المرور قوي جدا، تأتي من بعيد إلى بانيتش مرة أخرى، اللاعب الذي يلعب اليد، تصعد الكرة فاليرو ريفيرا وتصدي من نانت. أفضل من هجوم مونبولي، لماذا؟ لأنه هو يوجد مونبولي أصبح فريق عادي. تمريرة أخرى على مستوى التسديد، وربما المدرب بدأ يفكر في إدخال دييغو سيموني. تصل الكرة ولا لان في الستة ضد ستة في المواجهات المباشره لا وتدخل قوي، تدخل قوي امامكم تدخل، هل هناك تدخل عنيف ام لا؟ الذي قام بالخطا ينسلان اللاعب، الرؤيه لم تكن واضحه. نعم. والتصدي في المدرجات بعدما كان الحارس الاول ينجح. هنا كيليان فيلمينو دخوله في الوقت المناسب، واحد ضد واحد. ستاسكو بيلعب سلوفيني ويلعب بكيليان فيلمينو جنبا الى جنب، يعني يلعب لاخراج اللاعبين من مناطق الدفاع. تعود الهجمه لمونبولي، فيلمينو محاوله الشوينكر ممتازه، او اللاعب الارجنتيني وتمريره رائعه من فيلمينو للاعب قبل اربعه. تعود الاسبقيه ماكيدا، فتح الزاويه ممتازه والتصدي الى الان. لماذا؟ لانه هو من اعاد فريق مونبولي الى المباراه فعلا. مدرب نونت ان يطلب تايم اوت الان، لان الفريق يمر بفتره فراغ، ان يطلب التايم اوت، لان انا اعتقد ان الان الحماس زاد بالنسبه لفريق مونبولي، وايضا اصبحت هناك هنا اشكال كبير، ويجب على المدرب ان يطلب تايم اوت. سوت لك الورقه الخضراء 7 مقابل، وطبعا يعود الفضل للحارس. جاهز بدنيا، انا اعتقد دوبوني هو معوض لهذا الحارس، لكن ما يعيبه فقط اللي هو قصير القام. نعم. تصدي جديد لبيزيتش وتعود الان الفريق ككل، لكن الى الان الفريقين يلعبون بكل عشوائيه. شاهد كابتن على مستوى تيرلان يدخل مكان موسكاريلو، محاوله المرور تصل الى اوغوديسكا. دينامو بوخارست سابقا يبدا تز بالزاويه 90، ويعود الان للتهديف مين. نعم كابتن، لن يخرج امريك دمين، لكن كان هناك تفاوت كبير بين الفرق الاوروبيه والفرق الفرنسيه. اسمع، تشامبيونز ليج ثلاث فرق في نفس الوقت في الفاينل فور، الاتحاد الفرنسي والرابطه الفرنسيه لكره اليد. تصل الكره جناح فاليرو ريفيرا، يفتح الزاويه وتصدى، يغلق الزاويه بطريقه ولا اروع. قوي جدا انك تعرف اسم هذا الشخص والى اي دوله. بوس ومونبولي منقوص من فالونتان بورت الذي خرج لمده دقائق في عديد الانديه. تقطع رابع تمريره خاطئه من ستاسكوبي ومتواضع، يعني مفروض بلاي ميكر يكون كمبيوتر. اربع تمريرات كيليان فيلمينو، ستاسكوبي محاوله المرور، سكوبي فيلمينو وينجح ثنائيه رائعه
بين المنسقين 10 مقابل 8 لمونبولي. لكن كابتن مصرين ايضا للعب على مستوى الدائره ليكمل الهجمة، يعني مثل هذه الكرات كابتن بعض الحكام يستعجلون في الصفارة. وأيضا هناك ربما نقص في التركيز من الفريقين، ونعرف أن نتيجة المباراة مهمة جدا. مستوى المحاور هناك عدم انضباط على مستوى الهجوم أيضا. إذا أنا أعتقد أن لم ترتقي إلى الآن لقيمة الفريقين وثوابت الفرق. وهنا هدية لينوس بيرسون، محاولة اللعب مع تيبو بري الفانت، محاولة التسديد والتصدي تعود للجناح ينجح، ممتازة جدا. عندما يصبح لديه يفقدك نوع من القوة. شاهد الآن فريق هو فقد نص قوته كابتن في هذا التبديل. نعم ينجح هنا اللاعب من الاسم فقط. نعم كابتن، لكن عندما يوجد لديك أسلحة ويوجد عندك فريق كابتن مثل هذا الفريق أنا أعتقد يجب أن لا تخاف. بولزينجر تمريرة مليمترية، مسك اليد، مسك الكرة بيد واحدة، وطبعا الاستبعادات لمدة دقيقتين ستترك فراغ كبير. نعود للمباراة، تيبو بري ثنائية أوفني تشاك ينجح، ممتازة هنا يمنى، وتيبو بري طلع جنب كابتن وسحب مع اللاعبين. هجوم إلى ستاس سكوبي، كيليان فيلمينو يلعب مع فالونتان بورت، ممتازة العملية، وسيلعب بأربع لاعبين الآن، فرصة لنونت لن تتكرر. ورمي سبعة أمتار قوي، ريمي ديبوني في الحوارات الثنائية ينجح فاليرو ريفيرا مرة أخرى ويقلص النتيجة. لاعب كبير على كل، تعود الكرة لفريق مونبولي، يانيسلان يبدأ الهجمة، ماذا سيفعل؟ إلى فالونتان بورت، حول المرور وتدخل ورمي سبعة أمتار. إذا لم يعالج هذا الخلل سيجد يخسر وسيجد مشاكل كبيرة في الشوط الثاني. وغوديسكا في التنفيذ ينجح، فوليس تاسكوبي كيليان فيلمينو، هذا ثنائي نجح إلى حد الآن في إعطاء الإضافة. فيلمينو والدفاع الحكم، دكة بودلاء نونت والتنفيذ لديسكا، هل يفعلها بيزيتش؟ ينجح ديسكا 16 كثير على وتأثر. نعم تأثر نونت، هذه آلاء كابتن تساندهم جماهير كبيرة جدا. وهنا سيلعب واحد ضد واحد، محاولة اللعب مع الدائرة، وتيبو بري واحد ضد واحد، محاولة المرور ينجح، فعلها شخصية قوية، خمسة ثواني، أربعة ثلاثة، وفاول 16 هدفا لقاء خمسة. أول كيليان فيلمينو أمام جدار دفاعي صعبة، لو كان ميكال هانسن نقول ذلك ربما، لكن الدفاع يرجع الأحمر نجم كبير جدا، لكن أيضا عامل السن جدا. جيريمي توتو تنبيه باللعبة السلبي قوية، لكن قرار كابتن مع احترامي لها لم ترتقي إلى المستوى العالي جدا من كرة اليد الحديثة، يعني تشاهد هجمة مثل هذه من أفضل، لكن ليعمل زيادة عددية، لكن كابتن هنا أسر الإيقاف شاهد كابتن بالثمان أمتار وصل إلى كونتاكت من الالتحام، هناك تخوف. هذه كابتن أنا أعتقد أن دور الجهاز الفني يجب أن يكون لديه دور كبير ووقف دفاع. أيضا ضف إلى ذلك على مستوى الهجوم كابتن أخطاء فنية بالجملة على مستوى التمرير، على مستوى الاستلام، على مستوى له أصدقائه دائما أيضا دي كمان، ممتازة العملية، كونغ فو والأروع. أمامكم العرض البطيء رائعة من إمريك مين، هناك تباعد بين اللاعبين كابتن لا زمام الأمور، وأمام شباك خالي، هناك تركيز، المرمى خالي، المرمى خالي، ولا أحد، ماكيدا لم ينظر إلى المرمى، ماكيدا ولاعب خبرة ماكيدا لم ينظر إلى المرمى. على مستوى الإحصائيات ودائما يتوج بلقب أفضل جمهور من خلال الرابطة الفرنسية لكرة اليد. تصاد منتخب فرنسا، أين تركيز؟ كأنهم لم يلعبوا كرة يد. أكيد كابتن يا أخي. أيضا ستاس كوبي، أين أنت يا ستاس التي أنت فزت بالشامبيونز ليج؟ فقط كابتن كان خاسر بفارق هدف، الآن بدأ المباراة في خمس دقائق هو متفوق بفارق هدف هدنية بالجملة. التنفيذ لفاليرو ريفيرا ينجح بمعصم، نجح ابن المدرب فاليرو ريفيرا مدرب منتخب قطر، أثر طيب وإيجابي، والتسديدة يرجعها دفاع مرة أخرى، والهدف يأتي من كيل، ستذهب بنا إلى ربما الوقت المهم، وتسديدة رائعة من أمريكا. كان في التحرك يلعب جيد على رجليه، وأيضا ضف إلى ذلك كابتن هو مصوب. نعم اليوم السنة القادمة
مشروع لاعب كبير. اليوم أحمد هشام دودو أيضا مشروع لاعب كبير، سيصبح ربما أفضل بلاي ميكر في العالم قريبا جدا، لاعب ممتاز، أخلاق عالية، منضبط، وأيضا من عائلة رياضية. خط الخلفي يعني. خط الخلفي كامل، فلذلك كابتن هناك يعني بعض الكشافين أحمد هشام دودو وهو يستحق ذلك، لأننا نتفاعل ونتضامن مع اللاعب أحمد هشام في الانضباط، في اللي هو التألق. محمد ممدوح هاشم الدرع أيضا بدأ خطوته الأولى في فريق كبير بعد تجربة في الدنمارك. هناك لاعبين كبار الآن، هناك جماهير ذواقة وجماهير راقية، لديها ثقة في الفريق. نعم لديها ثقة في الفريق، وأيضا يعني كان هو الذي يوقع في أما، وطبعا هذا دليل أن الرجل يعرف أنه في يوم من الأيام سيغيخ ويريد أن يواصل. على كل هو خيار ممتاز، التمرير رائع، جملة تكتيكية والهدف يأتي. راحل ديبوني لا يريد أن يكون حارس موجود فقط، ممتازة هنا، إشكال على مستوى أداء في الفاينل فور، ينجح في المينو، ممتازة. الكابتن والله أن سؤال غريب، لو محل المدرب كابتن بكون في هذه الوضعية يعني عديد اللاعبين الآخرين أيضا، باريل اللاعب الجديد كابتن يعني كان يقول نفس الكلام، يعني الكابتن فعلا هناك صعوبة جدا. ينجح تيبو بري في عملية، يقسم المدافع على نصفين، 25 مقابل 22، رائعة من تيبو بري. هنا فالونتان بورت فتح الزاوية، ينجح هنا مونبولي، الجهة اليمنى قوية، فريق نونت، ماكادا إلى تيبو بري، يدخل مارشان الآن، إمريك مين، ماذا سيفعل إمريك مين؟ لم تعادلت مع الدنمارك. نعم كابتن، وحققوا العديد من المفاجآت، وأيضا البرازيل تسديد الآن، أوفني تشيك، إمريك مين، والهدف ممتاز، ممتاز من إمريك. واضح أن المباراة ستلعب في اللحظات الأخيرة. سيموني أين أنت يا دييغو؟ أين تسديدات سيموني؟ أين أنت؟ تعمتار لكن قوية جدا. هنا ينجح كبيرة على مستوى المحور، كونو وبانيتش، عدم تفاهم وانسجام، تسلم. لذلك أوفني تشيك هو الآن صانع الألعاب الحقيقي، وهو من يقود فريق نونت. نعم ريسك كنية، وجود أوفني تشيك ممتازة، ممتازة الفانت ولا أروع. أوفني تشيك عندما تشاهد أي زيادة عددية يجب أن يكون بدايتها أوفني تشيك. نعم هل يفوز نونت ويؤكد أنه متراهن جدي على قاب الدوري هذا الموسم باللوك الجديد؟ دييغو سيموني، كيليان فيلمينو، ممتازة. هذه كابتن أنا أعتقد أن هناك مدافع، وأيضا الأسماء ومعظم الوجوه اللي تشوفها في الشوط الأول شفتها في الشوط الثاني، بعكس فريق اللي هو نونت. ثنائية رائعة جدا، كمر دفاعهم بهذه الطريقة، فاليرو مع ديبوني والتصدي، ويملك الخبرة، ممكن هذه الآن تؤثر على لاعبين نونت إلا إذا استفاقة من حارس المرمى. هناك إكس، ليس نفس اللاعب، يعني كأنه فقد الكثير من إمكانيته. كابتن في عالم كرة اليد المحاور كابتن، لا أعرف كيف يفكر. هنا فالونتان بورت يبحث على حلول، سينبه الحكم باللعبة السلبي وتصدي من حول الجدار الكرواتي، موجود ماكيدا في عكس الهجوم، رأس الجناح فاليرو، كرة المباراة، كرة المباراة تقريبا، كرة مهمة جدا من أوفني تشيك لفاليرو. مارشان يقوم بدور دفاعي كبير وينجح، ممتازة ممتازة، اختبأ بالدفاع، انظروا إلى البقية مشاهدينا الكرام، حول المرور إمريك مين، وتصدي من ديبوني، تصدي رائع من ديبوني، تعود باللاعبين دون حارس مرمى، الهجمة بطيئة نوعا ما، سكوبي يلعب واحد ضد واحد، لو تقطع الكرة تكون وضعية صعبة، فيلمينو ينجح. يعني لو نعود النتائج الأخيرة، نونت متقدم دائما على مونبولي في السنوات الأخيرة، تصل إلى الجناح، تصل للجناح، ينجح فريق نونت عندما تعود الكرة له، تصل الجناح، فتح الزاوية، لوكاس بيلاس 30 أمامكم، العرض البطيء، ينجح مونبولي للمرة الثالثة أن إمريك بين بقى على دكة الاحتياط، لأن إمريك بين نوعا ما نكون مستعجل. ما زالت تيبو بري، سينبه الحكم باللعب السلبي. نعم هنا أوفني تشيك، ماكيدا، من سيتحمل المسؤولية؟
من ستحمل المسؤولية؟ يلا كيليان فيلمينو، ستاس كوبي، فالونتان بورت، فالونتان بورت، بيزيتش ينجح، بيزيتش ينجح ويوقف فريق نونت. نعم بيزيتش ولا أروع.